واقعة السنة دي حصلت في الدوري الممتاز بمناسبة تأجيل اللي يعني لو أنت بتقول دلوقتي لا دي أنباء أنا حتى هذه اللحظة لما نتأكد حاولوا تجيبوا لنا كريم أحمد يا جماعة من الإستاد نعرف سما بيتكلم على واقعة حصلت واقعة حصلت السنة دي ويعني هقول لك كمان مين اللي أصدر القرار فيها السنة دي مباراة المقصة ومباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز كانت المباراة مقامة في بيترو سبورت وادي دجلة المدرب اليوناني والكابتن أحمد حسام ميدو مدرب مصر مقصة والمباراة كانت تابعة وادي دجلة وكانت المباراة مقامة في بيترو سبورت تمام تعثر فريق مصر مقصة للوصول للمباراة في التوقيت بتاع المباراة برضو أمطار غزيرة الأتوبيس مش قادر يوصل كابتن وليد هويدي مدير الكرة في نادي المقصة أول حاجة كلم الأستاذ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات قال له يا كابتن حسام احنا مش قادرين نوصل دلوقتي لملعب المباراة ممكن نأجل المباراة بكرة ان احنا في صعوبة شديدة ان احنا نوصل قال له المباراة لو تأجلت لبكرة نادي مصر مقصة هيخسر المباراة ويخسر نقاط المباراة وغرامة مالية كبيرة قال له الحل قال له الحل لازم تكون موجود في المباراة الحل الوحيد يمكن أجله الماتش ساعة ولا حاجة لا ما انا برجع لك بقى قال له هرجع لبتوع وادي دجلة وادي دجلة انا هسمح لك ب 20 دقيقه بعد ال 20 دقيقه مصر مقصه يعني يحصل. مثلا لو الماتش 7 ونص لغايه 8 ل 10 8 ل 10 ده الكلام ده خلي بالك وارجع ولو تقدروا تجيبوا كابتن وليد ويدي مدير الكره في المقصه ويقول لك الكلام ده قال لك كلمت مراقب المباراه نفس الكلام اللي قاله حسام الزناتي حكام المباراه نفس الكلام اللي حسام الزناتي قلت له كلمت حسام قال لي كلمته بنفسي عشان اشوف الموقف هو اللي بيدير المسابقه قال له قدامك 20 دقيقه لو تاخرت مصر مقصه خسر المباراه وكمان غرامه ماليه كبيره قال لي عملت ايه قال لي رحت واحنا في الاتوبيس نزلت اللعيبه تاكسيات بسرعه عشان اللعيبه تروح ملعب وقال لي فعلا وصلنا ما فيش حتى الاحماء يعني 15 دقيقه ولا حاجه وبسرعه ولحقنا طب انا عايز اقول لك حاجه اسامه اذا دي اللائحه دي ده واقع حصل اللائحه دي واقعه حصلت السنه دي والسنه دي ده والسنه دي كمان واللي بيديروا المسابقه هم موجودين وهم اصحاب القرار في هذه الواقعه